بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد وعنوان جديد لصحتنا. كيف لرمضان أن يكون سببا في التخلص من ظاهرة الكبد الدهني؟ الكبد الدهني واحدة من الظواهر المرضية الصعبة صراحة، نخاف منها لسببين. السبب الأول جاء من سبب حدوثها، بأن هناك خلل واضح وكبير في منظومة السكريات ومنظومة هضم السكريات، وهناك فائض كثير وكبير عن حاجة الجسم وحاجة الخلايا، وبالتالي رفض الخلايا المطلق لاستقبال المزيد من هذه السكريات، فتتحول إلى دهون إلى الكبد، وتبدأ رحلة الكبد الدهني. أما السبب الآخر للتخوف هو مضاعفات هذا الموضوع، ونخشى ما نخشاه أن نصل إلى مشاكل في هذا العضو الأكثر أهمية الذي يطلق عليه المصنع الكبد. هذه المشاكل سواء كانت بالتهابات شديدة وتعرضه لسموم لا يستطيع التخلص منها نتيجة هذا العبء الدهني المتراكم عليه، أو التعرض لا سمح الله إلى فيروس معين يقوم باختراقه، وكلنا نعرف ما يعرف بالفيروس بي أو الفيروس سي. كذلك نخاف من واحدة من أشد المضاعفات، ألا وهي التشمع الكبدي. وهنا تكون إشارة وللأسف سيئة نحو ما يعرف سرطان الكبد. إذن الكبد الدهني هو بمثابة إنذار يقول لصاحب الشأن انتبه، أنت في خطر، والخطر حتى هذه اللحظة حلوله بسيطة، لأن الخلل والمسبب له معروف، هو الإفراط في تناول السكريات والنشويات، وبالتالي الأمر سهل. هناك بعض شعوب أو بعض عادات من يتناول فيها أو يفرط فيها من تناول الكحول، فهذا شيء آخر، ولكن أنا أتكلم على الجزئية التي لا تعتمد على مين؟ على تناول الكحول. إذا كل من يعاني أو كل من عمل صورة وتبين أن لديه كبد دهني، فعليه أن يبدأ بعملية الصيام. من لم يستطع طوال 11 شهر سابقين، فجاء رمضان لكي يكون فرصة ذهبية لكي ننعم بهذه السمة، سمة الصيام، ويستطيع فعليا الكبد أن يعيد ترتيب نفسه ويساعده في التخلص من هذه السموم، من هذه الدهون، طوال 16 ساعة دون إزعاج بأي عملية مضغ تتم. وهذا شيء جميل جدا. درجات الكبد الدهني متفاوتة. طب كيف لنا أن نساعد هذا الكبد الدهني للتخلص بشكل أسرع؟ يعني لو صحنا ليش نستنى شهر؟ ممكن نخلص أقل من شهر؟ نعم ممكن، وممكن نتخلص خلال 10 أيام فقط لا غير. خلونا نشوف كيف بدنا نخلص من الكبد الدهني في رمضان خلال 10 أيام فقط لا غير. اتفقنا عندي 16 ساعة صيام، الآن أنتقل للـ8 ساعات
اللي حيكون من ضمنهم عدد لا بأس به من النوم. ساعات الصحوة هذه اللي أقضيها في الأكل يا حبذا نحترم التالي: أولا، التقليل للحد الأدنى من السكريات والنشويات خلال فترة الإفطار، لأنه قلنا هما المسبب الرئيسي. رقم اثنين، علينا بالمشروبات التالية لأنها تساعد على عملية حرق لا الدهون وتحديدا على مستوى الكبد. المشروب الأول هو الشاي الأخضر مع الكركم، وطريقة التحضير هي التالية: كلنا يعرف الشاي الأخضر، نغلي الماء ونضع إما فتلة الشاي الأخضر أو الشاي الأخضر بأوراق، يعني قدر ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر، ربع ملعقة كركم، وأؤكد دوما كركم وليس عصفر، ونضع رشة فلفل أسمر. لماذا فلفل أسمر؟ لأنه يزيد من فعالية الكركم ويزيد من كفاءة الكركم في تخلصه، في هجومه للكبد تحديدا، للتخلص من مين؟ من الدهون. إذن كوب من الشاي بسيط جدا، رخيص الثمن، في متناول اليد، لا يكلف شيء، لا سهل تحضيره، وبإمكاننا أن نشرب من هذا الشاي على الأقل 3 أكواب في هذه الفترة الزمنية ما تبقى من اليوم، أي في خلال 8 ساعات. ولو تمكننا شرب أكثر من ذلك فهذا بالطبع مرحب به. وصفة أخرى تعتمد على عصير الليمون مع قليل من البقدونس، قبضة يد من البقدونس، وأيضا رشة من الكركم، وأيضا رشة من مين؟ الفلفل الأبيض. طريقة التحضير: أن نأتي حبتين من الليمون، يتم تنظيفهما طبعا جيدا، ويتم تقطيعهما مع القشر، قبضة يد من البقدونس، ربع ملعقة من الكركم وليس العصفر، وربع ملعقة من الفلفل الأبيض، ودور الفلفل الأبيض كما هو دور الفلفل الأسود، تعزيز وتفعيل وزيادة كفاءة الكركم. نضع كمية مناسبة من الماء وجميع هذه الأمور في إيش؟ في الخلاط، ونخلط هذه المعايير مع بعضها البعض، ونحصل على كوب ولا أطيب ولا أجمل ولا أفيد من ذلك. أكيد 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 بدون إيش؟ بدون سكر، ولا ما استفدناش حاجة. تمام؟ إذن هي عنا وصفتين، وبدي أنهي هذا الفيديو بوصفة أخيرة، وهو طعام الخرشوف. طعام الخرشوف الآن موسمه وموجود في كثير من البلاد، وبالإمكان تقطيع هذا الخرشوف وإدخاله ضمن طبق السلطة، أو بالإمكان طبخه كطبق رئيسي، وكلاهما مرحب به. والخرشوف من أروع النباتات لإزالة السمية من الجسم. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.